لك اعظم مشروب في الدنيا ده مفيد ها مش عارف هيبقى لك ازاي مفيد قوي ده اشربه كتير التين مهم مهم يا بائس بارك الله امي ربنا يخلي لينا طبعا الام ما تقدرش تستغنى عنك رضيت تديني الخلاط وقالت لي خده يا قلب الام والنبي يا اخويا بقى جيب من البياعين الغلابه مش لازم يا اخويا تجيب لك من الماركتات الغاليه يا الهي فهمت كده انت فهمت صح يا الهي هو جاي كب يالك كب يالك بنو كاتياه حاجه اديهم لي ب 19 جنيه بس نصلح اهم حاجه النظافه مش مسكر شفتهاش دول خليهم لامي صب كوبايه اللبن المتينه كب يالك كب عليهم رشه فانيليا كب يالك كب ذواقك مشروب الطاقه كده انت شفت اللي انا شفته الخلاط بيخر هو ده بجد يا خرابك يا ارمط ده طلع فيا انا ما برضاش احط تلج لكن ما هي كده كده خربانه الخلعه من الحوار ده ما اعرف ماليش دعوه كده انا هطلع على الفيديو واقول هتجيب بتاعه العصير بتاعتك ودي طبعا عشان نظافه دي الشفاطه بصب بصب انت كاتيا الخلاط عامل بيبيع على نفسه ده رغم هتخليني اعمل انا بيبيع على نفسه معلش مش هتلاقي فصل تاني بنص جنيه ما رضيتش اجيبها بسرعه استعفيت انت كمان بتنقط طب عليا النعمة يا إلهي. البار اشتغل.